بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون، متواصلين مع حضراتكم في هذا النقل الحي والمباشر ضمن ما يدور في ميدان التحدي من منافسات شيقة مع هجن أبناء القبائل والحقائق السبق المعروفات التي تشارك في هذا اليوم. نتمنى التوفيق لكل المشاركين في القعدان الفترة المسائية اليوم 18 شوط. سنتابع أيضا هذه الأسماء المشاركة في شوطنا العاشر، والبداية مع الذيب على مقدمة الشوط حمد بن حزام الزعبي مع صدارة الشوط، يليه بالمركز الثاني شباب على ثاني المراكز، طحنون بن هضبان الفسل المري مع المركز الثاني والمركز الثالث، ملفت وشعار بن سفران، مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران يتواجد شعاره على المركز الثالث، بينما المركز الرابع سراب يتواجد وطالب بن صالح بن عقيل المري، يليهم بالمركز الخامس من يحمل الرقم 8 شعار الصومالي، وهذا هو الوسمي سعيد بن محمد بن سعيد الصومالي. أيها الإخوة المتابعون، أعلنت على حضراتكم المراكز الخمسة الأولى المندفعة في هذا الشوط الباحثة والمنطلقة في المراكز الخمسة الأولى المصرح لها بالنداء. صرح لنا النداء على المراكز الخمسة الأولى لتتواجد أيضا متعة وإثارة في المراكز الخمس الأولى، والصراع دائما مع المقدمة ومع الصدارة. الله، الذيب على المقدمة، الذيب شعار الزعبي، حمد بن حزام الزعبي مع صدارة الشوط. اليوم يتواجد شعار الزعبي، ويحمل دائما المنافسات. نرحب بأجمل ترحيب. هذا هو الذيب على مقدمة الشوط، وخلك ذيب، يا الزعبي، خلك ذيب. 1200 رصيد السيارة، نعم، على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني هذا هو عناد محمد بن ناصر بن طريبين المري الأقرب والخطير، يتواجد ويندفع بالمركز الثاني أيضا رصيد السيارة. المركز الثالث هذا هو ملفت، مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري، والمركز الرابع الريان سعود بن صالح بن حمد القمرة، والمركز الخامس، شعار الصومالي. على المركز الخامس هو الوسمي سعيد بن محمد بن سعيد الصومالي. افتتحنا كيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، وعدل المعلومة، عنده سيارتين القعود، هذا عنده سيارتين قعود الزعبي. الذيب وتجاوز، عناد، بدأ العناد برصيد سيارة، نعم، في مهرجان الشحنية، هذا هو عناد. يا سلام يا سلام، نقاط ذهبية سجلت مع نجوم المستقبل، نعم، بداية مشوارها الرياضي تسجل الإنجازات وتبدأ وتطمح في إضافة إنجازات جديدة. يا الله، بن طريبين، محمد بن ناصر بن طريبين المري مع عناد والذيب، خلك ذيب يا الزعبي. حمد بن حزام الزعبي مع المركز الثاني، والمركز الثالث ملفت يترقب الموقف، ملفت مبارك بن عبد الله بن مسهر بن سفران، ولكن الصدارة المركز الأول، بن طريبيل. يلا يا بن طريبيل، الناموس غالي 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 غالي، ما لومك يا بن طريبيل. عناد، عاند واستحق الناموس، يستحق بالفعل الناموس عناد، وشعار محمد بن ناصر بن طريبيل المري الفائز بهذا الشوط. تهانينا والناموس، وإضافة جديدة لسجلاته الرياضية. المركز الثاني الذيب حمد بن حزام الزعبي، المركز الثالث هذا بالمركز الثالث، ملفت مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران، المركز الرابع وصل الوسمي سعيد بن محمد بن سعيد الصومالي، المركز الخامس وصل الرامي وسعيد بن سالم المري. أيها الإخوة المتابعون، لحظات المتعة والإثارة، وهذا هو ملخص الشوط الماضي ولحظات انتزاع عناد لصدارة الشوط ووصوله إلى خط النهاية في هذا المساء الجميل، مساء الحقائق.
4:32 20 جزء من الثانية هو توقيت عناد ومالك محمد بن ناصر بن طريبي للمري. أهنيه الناموس. وهذا هو الذيب حمد بن حزام الزعبي. 4:33 36 جزءا من الثانية الذيب. أهنيك يا الزعبي على هذا الفوز والانتصار. وهذا شعار بن سفران ينتزع المركز الثالث. 4:35 ثانية 14 جزءا من الثانية شعار بن سفران. وهذا هو ملفت يحمل الرقم 21 مبارك بن عبد الله بن مسفر بن سفران المري. إذن أيها الإخوة المتابعون لا زال التوقيت الأفضل.